يبدأ المؤتمر الصحفي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية للتعليق عن المجزرة التي قام النظام بها باستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين الآمنين في غوطتي دمشق. نبدأ بكلمة لرئيس الائتلاف يلقيها بالنيابة عن نائب رئيس الائتلاف الأستاذ محمد فاروق طيفور. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان رئاسي من الائتلاف الوطني من أجل وقف حرب النظام ودعم السوريين في مسار الحرية. بدم بارد نفذ نظام القتل والتدمير، نظام بشار الأسد، مجزرة جديدة ضد أهلنا في الغوطة الشرقية بريف دمشق. ذهب ضحيتها مئات من الضحايا المدنيين العزل، بينهم مئات الأطفال والنساء والشيوخ وآلاف من المصابين. وجاءت الجريمة الجديدة ترجمة مباشرة لأقوال رأس النظام الأخيرة في أنه سوف يستخدم كل الوسائل في حربه على الشعب الذي يصفه بالإرهاب والجماعات التكفيرية، وهي تعبيرات درج النظام على استعمالها في إطار حملة تضليل وكذب مستمرة منذ بدء ثورة السوريين عام 2011. وتأتي مجزرة الغوطة الشرقية لتؤكد على ضرورة وضع العالم بدوله وهيئاته والرأي العام العالمي أمام مسؤولياته في التعامل مع نظام يضرب بكل القيم والقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، مصراً على المضي في طريقه الدموي الذي خلف كارثة إنسانية لم يحدث مثلها بعد الحرب العالمية الثانية، كارثة نتائجها التي ما زالت إلى تزايد نحو مليون قتيل وجريح ومفقود، ونحو 10 ملايين هجروا بيوتهم، بينهم نحو 5 ملايين غادروا سوريا وأغلبهم صاروا لاجئين في دول الجوار السوري، إضافة إلى تدمير واسع للممتلكات العامة والخاصة وموارد عيش السوريين. إن الائتلاف الوطني وكل قوى الثورة والمعارضة المنضوية في هيئاته بما فيها رئاسة الائتلاف التي تسعى إلى إقامة نظام ديمقراطي يوفر الحرية والعدالة والمساواة للسوريين كافة، إذ تدين المجزرة كما تدين كل عمليات النظام المستمرة في القتل والتدمير اليومي المتواصل على المدن والقرى السورية. تطالب المجتمع الدولي وخاصة هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الكبرى والدول الصديقة للشعب السوري الخروج عن ترددها وأخذ دورها في إجبار النظام لوقف حربه على السوريين من خلال إجراءات ملموسة في مقدمتها: أولاً، دعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد واتخاذ قرار بوقف العمليات العسكرية للنظام بما فيها استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري تحت البند السابع. ثانياً، تأمين حماية دولية للسوريين وفرض منطقة حظر جوي. ثالثاً، توفير دعم ومساعدة مادية جدية لإغاثة السوريين ومساعدتهم على تجاوز الكارثة الإنسانية التي أوصلهم إليها النظام، وفتح ممرات آمنة لوصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية
إلى المناطق المحاصرة وبخاصة في ريف دمشق والغوطة وحمص. رابعاً، الضغط الجدي على الدول التي تقدم مساعدات عسكرية واستخبارية واقتصادية وبشرية للنظام وممارساته في القتل والتدمير، وبخاصة روسيا وإيران والعراق. خامساً، إدانة الوجود العسكري الإيراني وقوات حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية وقوات المرتزقة التي تقاتل مع النظام وإجبارها على الخروج من سوريا. إن الائتلاف الوطني ورئاسته يشددان على ضرورة التحرك الدولي السريع لاتخاذ كل الإجراءات السياسية والعملية لوقف حرب النظام على السوريين والمساعدة في تحقيق مطالبهم المشروعة في الحرية والسلام والعيش الكريم. رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أحمد عوينان عاصي الجربة، شكرا لكم. الآن ندعو الأستاذ جورج صبر رئيس المجلس الوطني السوري. أيها السادة، لا شيء يقال في حضرة الشهادة، ولا شيء يقال أمام إجرام بهذا الشكل، فكل الكلمات لغو أمام ثقل الدم الذي سال هذا الصباح، دم زكي من أطفال الشام وغوطتها. فتحية لأرواح الأطفال والنساء الذين استشهدوا في الغوطة، تحية لأرواح جميع ضحايا الغازات السامة والنظام القاتل، وهم في الوقت نفسه ضحايا النظام الدولي العاجز والصامت. شهداء اليوم في غوطة دمشق، في المعظمية 103 شهداء إضافة إلى 565 شخصاً في غيبوبة. سقبة 100 شهيد، كفر بطنة 100 شهيد، دوما 150 شهيداً، حمورية 300 شهيد، عربين 63 شهيد، جسرين 16 شهيد، عين ترمى 75 شهيد. المجموع أكثر من 1300 شهيد في صباح واحد في غوطة دمشق. ومن يعرف تلك القرى يعرف أن فيها مئات الآلاف على مساحة كل قرية لا تتجاوز 1 أو 2 كيلومتر مربع. هذه هي حجم الجريمة التي ارتكبت اليوم. ليست جريمة اليوم أول الجرائم، لا بحجمها ولا بخطورتها، وليست المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام الأسلحة الكيماوية، لكنها تمثل تحولاً نوعياً في عمليات النظام، لأنها تتم في ظرف اطمئنان كامل للقتلة. نعم، القتلة مطمئنون، وهي هذه المرة للإبادة لا للتخويف والإرهاب فقط. الأمم المتحدة ستقلق قليلاً، والولايات المتحدة الأمريكية ستعلن مزيداً من الخطوط الحمراء وتتركها في الهواء. دول أصدقاء الشعب السوري ستعلن أطناناً من الشجب والاستنكار، والإعلام الدولي سيزيد نغمة التطرف والقاعدة والإرهاب في سوريا. أما روسيا فستزيد كميات السلاح التي ترسلها إلى سوريا سراً وعلناً، وإيران ستزيد من ضخ الأموال والدعم الاقتصادي والعسكري، وستزيد عدد خبراء القتل التي ترسلهم إلى بلاد الشام، وستدفع ميليشيا حزب الله لإرسال المزيد من القتلة المحترفين. فلماذا يقلق النظام إذن؟ لذلك يقوم بجرائمه بدم بارد، لأنه يعرف أن لن يترتب على جرائمه شيء. نعلن للعالم أجمع، دم السوريين ليس رخيصاً إلى هذه الدرجة، وسيحمل القتلة والمساندون والصامتون والمتفرجون
ثقل هذا الدم دم أولادنا في أعناقهم. نحذر العالم من سلسلة المجازر التي بدأت اليوم في غوطة دمشق، لأن النظام مستمر بها لرفع طوق الثورة عن عنقه. يريد إبعاد الجيش الحر عن برز والقابون وجوبر وعن حي التضامن والمتحلق الجنوبي والمخيم، عن سبينة وحجيرة ودارية والمعظمية. يريد التفلت من خناق الثورة له في محيط دمشق الشرقي والجنوبي والجنوب الغربي. عنف النظام انفلت من كل عقال وخارج أي عقلانية، فمن يستطيع أن يطالب الآخرين بالتعقل بعد الآن؟ من يقتلنا ويقتل أولادنا ليس النظام وحده، عجز الأمم المتحدة يقتلنا، التردد الأمريكي يقتلنا، صمت أصدقائنا يقتلنا، خذلان المجتمع الدولي يقتلنا، لا مبالاة العرب والمسلمين تقتلنا أيضا. نفاق العالم الذي كنا نسميه حرا يقتلنا ويقتلنا ويقتلنا. هذا هو الوضع يا سوريون، فانظروا ماذا أنتم فاعلون. وإذا أدار العالم ظهره لنا بهذا الشكل، فلماذا نبقي وجهنا له؟ نحن أيضا يمكن أن ندير ظهورنا لعالم يتشدق بالحرية والديمقراطية ولا يفعل شيئا من أجلهما، عالم يدعي التمسك بحقوق الإنسان ويتخلى عن حمايتها والدفاع عنها، عالم يدعي اهتمامه بصنع الحياة وهو يكتفي بالتفرج على صناع الموت. النظام السوري يسخر من الأمم المتحدة والقوى العظمى والدول الكبرى عندما يضرب أطراف دمشق بالسلاح الكيماوي أثناء حضور لجنة التحقيق الدولية، وهم على بعد خطوات من الضحايا والمناطق المنكوبة. فأين هو المجتمع الدولي وأين هيبته وكرامته؟ وأي عالم نعيش فيه ليس فيه رادع للمجرمين والقتلة؟ إن الظلال التي تلقيها هذه المجازر على الأوضاع في سوريا لا تبشر بالخير، بل تنذر بشر مستطير، ليس في سوريا وحدها بل على امتداد المنطقة. سياسية يمكن أن يظل مع استمرار هذه المجازر. إن ما يجري يطلق رصاصة الرحمة على كل الجهود السياسية السلمية ويجعل الحديث عنها نوعاً من العبث، فليصمت المتحدثون عن جنيف والتسويات الأخرى. إن ما يجري يهدد بإدخال البلاد إلى نفق مظلم ليس لأحد أن يدعي القدرة على الخروج منه سالماً. نطالب بجهود دولية سياسية ودعم عسكري مباشر لوقف أعمال القتل. أيها العالم، أوقف ذبح السوريين وخنق أولادهم بالغازات السامة. نحن لا نرجوك، نطلب منك طلباً هو حقنا وهو واجب عليك. نطالب بمنطقة حظر جوي تكون ملجأً للفارين من جحيم الموت. نطالب بتدخل فوري لحماية أرواح الناس فقد بلغ السيل الزبا. نطالب بسلاح فوري للجيش الحر كماً ونوعاً ليتمكن من الدفاع عن المدنيين. ندعو الشعوب العربية والإسلامية للانتفاض والتعبير عن غضبها مما يجري في سوريا والتضامن مع شعبنا بكل الوسائل، فالسوريون لم يبخلوا يوماً بالتضامن مع الشعوب. ندعو الجاليات السورية في جميع البلدان لجملة من النشاطات والاعتصامات في العواصم والمدن العالمية لتعلن الغضب السوري على ما يجري. ندعو الدول العربية والصديقة لتنفيذ برنامج إغاثة عاجل إسعافي وضروري لغوطة دمشق وريفها ولكافة المناطق السورية المنكوبة. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، الموت للقتلى والخزي للصامتين من دول وجماعات وأفراد. العار، كل العار للذين يمكن أن يفعلوا شيئاً لوقف المجازر المستمرة ولا يفعلوا. المجد
للشعب السوري البطل والنصر لثورته. شكرا لكم. الأمين العام للائتلاف الدكتور بدر جاموس. لن أتكلم كثيرا، فقد تكلم الأستاذ محمد طيفور بالنيابة عن رئيس الائتلاف والأستاذ جير الصبرة كرئيس المجلس الوطني. ما أريد أن أقوله أني أعزي أهالي هؤلاء الأطفال وأعزي الشهداء، وأقول للنظام القاتل المجرم أننا لن نسامحه وسننتقم لهؤلاء، والله لن نسامح في دمائهم. أريد فقط أن أعرض لكم المناطق التي تمت فيها القصف. المناطق التي تمت فيها هي منطقة عربيز، منطقة زمركة، جسرين، كفر بطنة، سقفة، حمورية. هذه المناطق التي تم الإطلاق، والمعلومات تؤكد أنها من جبل قاسيون، تم إطلاق الصواريخ عليها والأسلحة الكيماوية في هذه المناطق، وأيضا في منطقة المعظمية. وكما نعتقد أنه هي بداية لاقتحام هذه المناطق، وسيكون فيها مئات آلاف من الشهداء لأنها مناطق مكتظة بالسكان. هذه بداية، وهو يستغل الظروف الدولية والصمت الدولي، وهذه الجريمة يشارك فيها العالم اليوم، وسيتحمل العالم هذه المسؤولية. ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي، نتوجه إلى كتائبنا الموجودة في على الأراضي السورية وإلى الثوار للتحرك والرد على هذا النظام، والتوجه إلى دمشق والانتقام من هذا النظام المجرم. هذه المعلومات. إذا هناك أي أسئلة توجه إلى نائب رئيس الائتلاف والسيد رئيس المجلس ولي وأستاذ سالم مصلت نائب رئيس الائتلاف أيضا. تفضل ترجم بعدين. I'll do a quick English translation and then we'll take Q&A. نعمل ترجمة باللغة الإنجليزية ومن ثم ننتقل الأسئلة والأجوبة. And this map will be also available to you. This map shows the area that were attacked by the regime early this morning. And as you see, some of the images that we've chosen over here, we've tried to limit them. All the images that are coming out are very, very graphic. Today in the morning, and with complete cold blood, the Assad regime committed a massive humanitarian massacre against Syrians who live in eastern Ghouta and western Ghouta. Prior to the start of this press conference, the number of fallen heroes was at 1,188, and as we speak, the number had increased to 1,193. We expect those numbers to continue to rise as rescue efforts and operations are moving from house to house. They are finding more dead bodies. This massacre is a complete translation of what Bashar al-Assad had described in his last speech as a complete war against terrorism. And these are the faces of terrorists that Bashar al-Assad is targeting. This massacre puts the world on attention. It really sends a message to all of the international organizations, to the number of crimes this regime is willing to commit, and its complete disregard to the international community and international law, insisting on continuing the bloody path that he had put Syria on over 2 years ago. At this point, we have over 1 million casualties between dead, injured, and disappeared. We have over 10 million displaced in Syria. Of those, about 5 million outside of Syria, 5 million within Syria. The Syrian coalition, including all of the political parties within it and all of the revolutionary forces within it, including its leadership, we are all committed to establishing a democratic system within Syria, a democratic system that provides equal rights to all Syrians, regardless to their religious or ethnic background or gender. We condemn the massacre that the Assad regime had committed against our brethren. We hereby ask the international community the following. We're asking for an emergency meeting for the United Nations and its Security Council,
and to come up with a resolution, a binding resolution, for the regime to stop its military operations against innocent civilians, and to stop the use of chemical weapons against Syrians, and to enforce that resolution under Chapter 7 of the UN, to provide a no-fly zone to protect Syrians in the different areas that the regime is targeting, to provide some serious relief support to Syrians who have been attacked day in, day out, and to open humanitarian corridors for the passage of the safe relief of the relief effort, and it's getting to into Syrians' hands. To apply serious pressure on those countries that continue to provide Bashar al-Assad with weapons, which are being used against Syrians, which are and also are being used to kill Syrians continuously. To issue a resolution condemning the Iranian and Hezbollah presence in Syria. This is a foreign intervention, foreign militias. They're attacking Syrians, they're invading Syria. We wait for the international community to move very fast and very seriously to stop the massacres that the Assad regime is getting is committing against Syrians. This is something that we've called upon continuously in our previous press conferences, and we are yet to see any serious movement from the international community, from the Friends of Syria group. With that, I'm going to open the Q&A. Like I mentioned, we have some images over here. We also have the map of the areas which the Assad regime had targeted. Those are available to you. We will make some videos and pictures available from the massacres that the regime had committed early around 3 a.m. today. Please, if you would identify yourself and the news agent and news agency that you work for. نفتح الباب للأجوبة والأسئلة. الرجاء أن تعرف الشخص السائل الأسئلة والأجوبة حصرا لأجهزة الإعلام. وأرجو من الشخص الذي سيلقي السؤال أن يعرف بنفسه والمحطة أو الوكالة التي يتبع لها أو الجهة الإعلام التي يتبع لها. شكرا لكم. شيخ يوسف من وكالة أناضول الأنباء ركزت الكلمات على أن الائتلاف والمعارضة لن تصمت على هذه المجازر وسيكون لها رد ودعت الجيش الحر للقيام بعمليات. كيف سيكون الرد العسكري وكيف سيتم تأمين السلاح لمواجهة مجازر النظام كما تم وصفها؟ السؤال الثاني، هل هناك أي مخاطبة رسمية لمجلس الأمن أو جامعة الدول العربية بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقوى الثورة والمعارضة الذي يمثلها على الأرض حقيقة هو الجيش الحر. نحن دعونا الجيش الحر وفصائله المتعددة أن تحزم أمرها، ومن يستطيع الوصول إلى غوطة دمشق لدعم إخوانهم في الغوطة الشرقية والغربية وفي مناطق النزاع والشراسة للهمجية لهمجية النظام ولهمجية حزب الله وهذه القوى المستوردة لداخل سوريا لتؤيد النظام، أن تكون على أهبة الاستعداد وأن تتدخل لصالح إنقاذ أبناء شعبنا من براثن هذا النظام وآلته الهمجية في قتل أبناء شعبنا. أكثر الشهداء من والضحايا من النساء والأطفال، لذلك لابد من موقف إنساني أولا نعتمد فيه على أبناء شعبنا وجيشنا الحر، ثم بعد ذلك المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري. شكرا. اليوم رئيس الائتلاف اتصل بوزراء خارجية الدول العربية وخاصة الدول أصدقاء الشعب السوري، واتصل بعدد من الدول الأوروبية، ف
فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، وكذلك الآن توقعنا حسب التوقيت أو فرق التوقيت أن يكون اتصل بمجلس الأمن والأمم المتحدة.